نشوف الجزئية الصغيرة ديت من المؤتمر الصحفي اللي فيها بيتسو موسيماني بيتكلم عن منافسين والمباشرين تحديدا، واخد تعقيب من حضرتك عليها. يلا بينا. Are we gonna, what are you gonna do against Raja Casablanca? And I told you, I said you need to trust this team. Do you remember? I said trust the team. We put two goals against Raja at home. And we still missed the chances. We went away, we put a goal in Raja, we missed a penalty. So it's relative how you see it. But I will conclude. Yes, we are not scoring the chances that we're supposed to score. But you can't determine our future that we will never win the dowry. And you can't determine our future that we will never win the Champions League. It's very difficult for you to say that, for me to believe you. Okay? And also, it's a motivation for me and my players. It's a good critic to motivate us. Okay? And if you worry about the other people winning the game, we'll beat those people. We will beat those people that is thinking you're taking the will beat them. هنكسبهم الفرق اللي هو حاسين انهم ممكن ياخدوا الدوري هنكسبهم. For the league with us. هو بينافس معانا على الدوري هنكسبهم. Thank you. شفت التصريح ده ازاي؟ اللي هو الفرق اللي بتتبارى معانا المنافسين بتوعي هكسبهم. اولا هو عصبي ومتضايق، مش متضايق من الاسئله بتاعه الصحفيين، هو متضايق من الموقف اللي فيه الاهلي يعني، وكلامه كله متكرر ومتعاد في كل مؤتمر بيقول نفس الكلام. الاضافه اللي قالها النهارده واحد متغاظ يعني، واحد متضايق يعني. هل دي اللهجه اللي بيستخدمها الاهلي يعني؟ هل دي ما هو بس لا يجوز، لا يجوز ابدا ان المدرب كبير لنادي كبير يبقى يعني ايه مش عارف لاقي كلمه كياد يعني يعني هنكسبكم يعني ايه ده؟ هو يعني ده مدرب النادي الاهلي، هو ما بيشوفش جوارديولا ويورجن كلوب بيعملوا ايه مع بعض؟ الاثنين بيتقاتلوا علشان بطوله كبيره جدا، وبطوله كمان احتمال تبقى بطولتين وثلاثه واربعه. ده بيقول له انت احسن واحد في العالم، وده بيقول له انا اتعلمت منك. ايه ده؟ ايه ده؟ انت ليه بتصدر انت كمان شويه احتقان على احتقان موجود؟ ده هو الحقيقه هيصدر ضغط على الفريق. طبعا برافو عليك، وضغط طبعا على الفريق، لان هو كده كما لو ان بخلاف ان انا متفق مع حضرتك انه فيها يعني روح مش هي دي روح النادي الاهلي، ومش دي طريقه النادي الاهلي في توجيهه او في تعامله مع خصومه. ما بيكلم الاهلي ما بيكلمش كده، مفيش. انا ما شفتش مدير فني للامانه جه النادي الاهلي انا هكسب كل الناس اللي هلاعبها اللي هم بيتنافسوا، لا واللي بينافسوني يعني ومش عارف ايه، ما شفتهاش ديت. لكن بخلاف ده هو بيقول لجمهوره انا هكسب المنافسين، فهيحط ضغط على لاعبته وهيخلي جمهوره متحفز للقاءات دي تحديد يعني مش عارف ليه يعني. في فرق كبير قوي بين انك تكون حد حاسم وشارس ومصمم وانت بتلعب، وفرق ما بين انك تكون متغاظ ومتوتر وانت بتلعب. بنشوف الكوره اللي احنا بنتفرج عليها كلنا، ايوه، بيبقى فاضل دقيقه وفرقه مغلوبه بتعمل باسنج جيم باسنج وبتعمل جمل وبتهاجم وبتعدى. النهارده ليدز يونايتد وسيتي حته ماتش كوره. طبعا يونايتد كان مغلوب ليدز يونايتد كان مغلوب 1-0 و2-0 وبينقلوا كوره وبيحاولوا يروحوا وبيوصلوا وبيعملوا اتغلب 4، الماتش خلص 4. أيوة. بس لعبوا كوره يعني، لعبوا كوره. هم الناس كلها بتلعب كوره يعني في الكوكب الثاني على قد امكانياتهم، بيلعبوا كوره. لا على قد امكانياتهم. قدام مين؟ قدام الغول. ايوه طبعا فرق احسن فرقتين في العالم دلوقتي. هو على فكره مش كلامي برضو، ده الكلاسيكو الحالي ليفربول ومانشستر سيتي. صحيح، حاجه مستوى احسن فرقتين بيلعبوا كره في العالم دلوقتي. إليت الإليت في الكوره. صحيح. طبعا حاجه مذهله يعني. لا يجب ان مدرب النادي الاهلي يبقى كده يعني. مدرب النادي الاهلي لازم يكون بوزن النادي الاهلي في تصريحاته وفي كلامه. تقيل يعني؟ طبعا تقيل. طبعا يعني طبعا
طبعا يبص ايه الخلل. انا بقول لك اهو انا بكررها وانا مصمم. الاهلي تعب في اخر ثلاث مباريات لانه مش بيضغط. مش بيستخلص الكوره. سيبك بقى من الكلام اللي هو مقرر ومعاد فتح على الاطراف ومش عارف ايه والكرات العرضيه وكلام من ده. والفرقه اللي مش بتضغط بتبقى كارهه. انت قلت لك التعبير ده قبل كده. الكره مع الخصم مع المنافس انت بتكره انها تبقى معاه. صحيح. مش بتاذيه. بتهجم عليه عايز تنتزعها منه. هو دي الكره دلوقتي. انا قصدت قبل معرض لحضرتك المؤتمر الصحفي ان انا اسالك عشان الجزئيه ديت انه شايف ايه في فكره انه الاهلي في الماتشات اللي قدام منافسينه المباشرين بيعمل ايه. فحضرتك قلت لانه ده تاريخ ده حاجه حصلت قلت انه الاهلي قدام الفرق دي كلها كسبهم لان ده الواقع. ومع ذلك قلت انه المدير الفني للنادي الاهلي ما ينفعش يقول كده. وانا هقدر استنتج من ده وهو ده كان الغرض من السؤال قبل انه الاعلام يقول هيدي لك حقك. الجمهور هيقول ان انت كسبت الفرق الكبيره اللي انت قابلتها. ايوه طبعا. لكن انا كمدير فني لا يجوز ليه. ده بس كان الغرض من السؤال. وان انا قدمت السؤال على المؤتمر الصحفي. طبعا بس انا كمان اشدت بيه اشاده بالغه في ماتشات كتيره جدا. مفيش حاجه اسمها مدرب يفرض عليا في مؤتمر صحفي او في غير مؤتمر صحفي ان انا كل مره اتكلم عنه او اتكلم عن فريقه انه حاجه عظيمه. حاجه عظيمه ايه؟ حاجه عظيمه؟ لا مش حاجه عظيمه. في اخر ثلاث مباريات صحيح. لا ممكن قوي تلعب كوره وتخسر. تبقى فريق كويس جدا وبرافو عليك ككوتش وكمدرب. انما تبقى مش قادر وبتقع في نفس الاخطاء وشكلك حيران في الطريقه وفي الاسماء وبتدعي ان ده روتيشن او بتفهم الناس ان ده روتيشن وانت فعلا حيران. لا ده مش صحيح يعني.